مشاهدينا الكرام، رجعنا معكم بعد الفاصل لصفحتنا الثانية، وبهالصفحة رح نحكي عن العلاج بالموسيقى مع مسز لينا رياشي. حضرتك معالجة بالموسيقى بعدة جمعيات، مدربة بالعلاج الموسيقي اللي رح نحكي عنه، أستاذة مساعدة بجامعات مثل الجامعة اللبنانية والجامعة الأنطونية، حائزة على ماستر في علم النفس العيادي ودكتوراه في علم النفس، كما وأنه حائز على دبلوم غناء شرقي من المعهد الوطني العالي للموسيقى. بدنا نسألك، الموسيقى حلوة؟ نعم، كثير حلوة، بس شو عندها هالقد عندها منافع؟ يعني اختيارنا نحن الموضوع كان انه هالقد عندها منافع على الموسيقى انها تعمل إن يكون في عنا علاج بالموسيقى؟ انا اذا خبرتك شغلي انت رح تقلي اذا هالقد عندها منافع او لا. الموسيقى من اول لحظة نحن بنتكون فيها ببطن امنا بتكون هي رفيقتنا، حلو، لانه نحن اول شيء بنسمع هو دقة قلب امنا، حلو، هذا الايقاع الحلو اللي بيعطينا الاحساس بالامان، واللي بيرافقنا لاخر بيرفقنا حياتنا، لاخر بدافعنا للاخر حياتنا. للاخر. فهلا اذا بتشوف اوقات اولاد عم بيجربوا يعلجوهم بالموسيقى بيكونوا بريماتوري، بيحطوا لهم صوت دقات قلب امهم بيكونوا بقلب الكوفوز، عم بيسرع لهم كتير يرجعوا ينموا ويرجعوا حلو، يتعافوا بسرعه ليطلعوا بالكوفوز باسرع طريقه. ف انه هالقد اكيد عنده من منافع؟ هالقد من الاول هي معنا مرفقتنا لا، اخر لاخر حياتنا حياتنا. بتضل الموسيقى معنا، نعم، وكل واحد عنده محبة للموسيقى اللي هو بيشوفها بطريقته، اللي هي كمان بترجع بتعطيه نوع من السلام. أكيد كلنا بنسمع الموسيقى أو الأغاني، صحيح، فكل واحد منا بيشوفها بمنظره هو. 100%. شو بنقصد؟ شو بنقصد بالعلاج بالموسيقى؟ يعني هل هالتام الحلو الكبير هيدا شو نعم، بنقصد فيه؟ العلاج بالموسيقى هو استعمال كل عناصر الموسيقى يلي بتبلش من اللحن، من النوتة، من الإيقاع، من الحركة، من الأرموني، من الميلودي، كلهم نستعملهم لحتى نحقق أهداف غير موسيقية، أهداف علاجية إن كان على الصعيد الجسدي أو على الصعيد النفسي. نعم، يعني بنقدر نستعمل لحتى نوصل لهيدول العناصر نستعمل آلات موسيقية بسيطة مثل الآلات الإيقاعية، الآلات القرعية بنقلها بالعربي بيركسيون، في بيركسيون ميلوديك وبيركسيون ريتميك بنستعملهم اثنيناتهم، بنستعمل كمان الصوت وبنستعمل الحركة الرقص، بنستعمل الحركات الإيحائية وكل هالأشياء اللي بتصب بهذا الإطار. الهدف ما بيكون يصير الشخص موسيقي، الهدف انه نوصل لأهداف مثل ما قالت علاجية عند بس بيصير في الأشخاص. تفاعل للشخص مع هالموسيقى او هالايقاع اللي هو راح بيكون اكيد عم يسمعه بخلال هالعلاج هيدا. نعم طبعا، هي نحن بنستعمل الموسيقى نعم، لان هي في انواع موسيقى، في اوكي، انواع علاج بالموسيقى، في الاكتيف والريسبتيف. الاكتيف هي وقتها بنطلب من الشخص انه هو يعزف او هو يغني او هو يرقص يتفاعل مع الموسيقى. حتى لو ما كان بيعرف طبعا اوكي اكيد، بس هي في اكزرسيسات نحن بدي يعمله. بطريقه معينه بنعلمه شيء صغير، بس ما بيكون هدفنا اخر شيء تعليمه الموسيقى، بيكون مثل ما قلت هدفنا ثيرابيوتيك. قلت حضرتك انه في الاهداف المعينه نحن بنشتغل عليها لنعمل العلاج بالموسيقى، نعم هل هي اهداف؟ اول شيء يمكن يكون اهداف تربويه، نعم يمكن تكون يمكن اهداف نفسيه او نعم اهداف علاجيه، نعم او باي حالات بنستعملهم؟ يعني كيف الشخص بنقدر نقيم، نعمل نحن التقييم تبعولنا انه هذا الشخص هو بحاجه للعلاج بالموسيقى؟ باي حالات هيدي بتصير؟ بحالات كتير بتبلش من الطفولة، من عند مثلا التوحد، مثلا الأشخاص الأطفال اللي عندهم حركة زائدة، الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلمية، كمان نقدر ندخل نشاطات موسيقية بتساعدهم كتير إنه يتخطوا هالمشاكل اللي هن عم بيعانوا منها. بتطلع كمان على مرحلة أزمة المراهقة، كمان بتساعد الأشخاص اللي عندهم المراهقين يلي تعرف بيصيروا بمرحلة معينة كتير أجريسيف، عندهم صحيح، عدوانية وعندهم رفض لكل القيم وللمجتمع وللأهل. الموسيقى هون بتلعب دور كتير كبير إنه ترجع تعيشهم هالعلاقة السلام مع أو حالهم. هالعلاقة المصالحة مع نفسهم حلو، ومع صحيح، مجتمعهم.
وبتطلع طلوع كمان عند الكبار بحالات الديبريسيون، بحالات القلق، بحالات الاو سي دي، بحالات البي تي اس دي، يعني الاشخاص اللي بيكونوا تعرضوا لصدمات كبيره بحياتهم، وبتعرف ترجع بتصير تجيهم صور وافكار صحيح. كتير بشعه، ممكن اشخاص يكونوا يوصلوا للانتحار. فهون الموسيقى بتلعب دور كتير فعال انه تغير روق لهم نظرتهم للحياه. صحيح، يعني نعم حتى بنشوف المراهقين بهالفتره هيدي الاغلبيه يا بيتوجهوا يا يعني اغلبيه المراهقين يا بتلاقيهم رياضه او ببعض الالات الموسيقيه اللي بيكونوا هن بلشوا يتمرنوا نعم عليها بمراحل عمريه اصغر. بس تيجي الواحد عند معالج بالموسيقى، يعني انا نعم بدي اختار هذا الخيار، هو هل هو خيار عيادي يعني بده يكون في حدا نصح فيه، او في الاهل يعني بهالحاله هيدي هن يختاروا العلاج بالموسيقى؟ دايما عند الاطفال العلاج بالموسيقى اكيد. هلا هو بده يكون الشخص يلي بده يجي عند معالج بالموسيقى بده يكون عاملين له اكيد من قبل تيستات معينه لشوف شو مشكلته، وبيجي لعند اكيد المعالج بالموسيقى لحتى يساعده يطلع من الحاله اللي هو فيها. اكيد بده يكون في تشخيص بالاول، يعني هون مش بالضروره انه الاهل يجوا دغري عند ميوزيكوثيرابيست، لا بده يكون مارق عند بسيكولوج، يمكن عند بسيكياتر حسب الحاله، وينصحوا هالبسيكولوج او هالبسيكياتر انه يروح عند معالج بالموسيقى. ساعتها حضرتك يعني او كمعالج بالموسيقى بتمشوا حسب الطلب اللي طلبه المعالج النفسي نعم يعني باي نعم مجال، اكان مثل ما قلتي حضرتك انه يمكن يكون توحد، يمكن يكون ايبر اكتيفيتي، نعم يمكن يكون بمجال معين، طبعا ولكل حاله لها علاج معين يعني. طبعا اوكي اكيد ما فينا نحن نطبق العلاج مع الاطفال هو ذاته مع الكبار. مثلا صحيح. حدا عامل ديبريشن تجي تشتغل معه مثل ما بتشتغل مع ولد عنده توحد اكيد. هلا بركي بنشوف كمان شويه صور نعم، بفرجونا بعض الآلات اللي بنستعملها بالعلاج كنا ما بالموسيقى نسألك هذا السؤال إنه في وكيف، آلات معينة نعم، نستعملها وكيف تختلف اكيد من حالات لحالات. مع الاطفال في آلات هن بيقولون كارل اورف انسترومنتس، هن مثل آلات صغيره مثلا مثل اكزايلوفونز مع ماراكاس مع كلاف وود بلوكس، هيك اشياء يعني سهله وبسيطه انه حيالله شخص يقدر يستعملهم ليعمل يعمل ايقاعات معينه. واكيد فينا يلي اذا في عنا اشخاص هن ديجا موسيقيين وبحبوا يستثمروا موهبتهم بالعلاج اكيد بيكون كتير شي فعال. يعني انا مثلا حتى مره عالجت شخص هو اوتيست كان عمره 15 سنه وهو بيانيست، من خلال موسيقته قدر يطلع من يحقق التوحد. حلو، طبعا، بس هو كان يتعلم بيانو بالاول مش بطريقه علاجيه، كان يتعلم بيانو بس عادي. لانه هو بحب البيانو وكان يجي لعنده استاذ على البيت يعلمه. نحن استثمرنا هالموهبه بطريقه معينه انه يقدر يتخلص من مشاكل الموجوده عنده، يلي اكثر شيء عند المتوحدين نحن بنعرف عندهم مشاكل تواصل، صحيح التواصل الاجتماعي والتواصل اللفظي وهيك. صحيح. فهو كانت مشكلته الاساسيه التواصل وكثير نفعت معه العلاج الموسيقى. بالموسيقى. عم نشوف الصور اللي عم تمرق، عم نشوف الآلات اللي عم تستعمل، يعني فيكي تشرحي لنا بعض عن بعض الآلات هيدا مثلا زيلوفون، هيدا بنستعمله اكثر شيء مع الاطفال لانه كتير سهل انه يقدروا يعبروا من خلاله، ممكن يقدروا يعملوا ميلودي معينه معروفه، لحن معين، وممكن نستعملها كامبروفيزاسيون، يعني هن يخترعوا شيء مثل ما بدهم، يعزفوا مثل ما بدهم. هون كمان عم نشوف الدف كمان هو بمتناول الجميع، صحيح. نستعمله مع الكبار ومع الصغار لانه كمان بيعطي موتيفاسيون، الايقاعات اللي بنعزفها عليه أكيد. بتساعدنا انه يكون عندنا موتيفاسيون اكثر. اللي لاحظناه كمان بصور انه عم بيصير في تدريب، حضرتك نعم مدربة، عم نعم بيصير في تدريب للعلاج بالموسيقى، عم صحيح بيكون في اقبال من الاهل او من المربين بهذا المجال يعني على طبعا. هلا هالعلاج؟ انا عم درب اشخاص بيجوا لعندي بيكونوا هن بسيكولوج أه. مثلا او لايف كوتش او اورتوفونيست او بسيكوموتريسيان او اشخاص يعني بدومين البسيكولوجي والتربية والتربية وأهل. اكيد. في اهل بيجوا نعم اوقات، نعم، أكيد. فبيحبوا يتعرفوا انه كيف بيقدروا هن يساعدوا الاشخاص اللي بيتعالجوا عندهم كمان بواسطة الموسيقى، فبيجوا بيحضروا وركشوبس عندي وبيطبقوا هالحالات عندهم، ودائما في نجاحات كتير كبيرة. يعني في عندي حدا
سبيشال اديوكيتر صار لها كان 5 سنين تشتغل مع بنت، وهي البنت متوحده ما كانت تحكي، بس بلشت لها باول اكزرسيس عملناه، غنت لها البونجور، غنت لها اياها دغري البنت حكيت، وهي كانت كثير متفاجئه انه كيف هي البنت يلي ما بتحكي دغري حكيت من اول اكزرسيس موسيقى. فهالقد ممكن تكون فعاله مع الناس. عم نشوف بالصور يعني الوركشوبس اللي عم ينعملوا هن كثير اكتف، يعني ما عم يهدوا الاتنديز اللي عم بيكونوا موجودين عندك، وهذا شيء اساسي يمكن لانه هن يرجعوا يتفاعلوا لبعدين مع الاهل او الطلاب اللي هن بدهم يروحوا لعندهم. ما في ضروره بيكون في للاهل ثقافه موسيقيه معينه او تفضل او يعني باي هلا مجال؟ اون جنرال انا اذا بدي احكي على صعيد الصحه النفسيه وعلى صعيد الانتلكتويل اذا بدك، الدراسات كلها بتقول انه الولد يلي بيكون بيعزف موسيقى على آلة معينة أو بيغني بياخد دروس بالغنى أو هيك، بيكون عنده بيزيد مستوى الذكاء عنده بطريقة كتير كبيرة. في اكسبيرينس انعملت من 2 سنين على 4 جروبات من نفس العمر على 6 اشهر، قسمون 4 اقسام، قسم جروب اشتغل تعلم بيانو، جروب تعلم فوكال كوتشنج سينجينج وهيك كواير، جروب عمل دراما دروس بالدراما والمسرح، وجروب ما عمل شيء عادي. من بعد 6 شهور كانوا مرقوا الاي كيو تيست بالاول، رجعوا مرقوا الاي كيو تيست من بعد 6 شهور، زادت عند الجروبات يلي عملوا سينجينج وعملوا بيانو 80%، وعند الجروب يلي عمل دراما 50%، والجروب يلي ما عمل شيء ضل نفس النتائج عنده. فهذا الشيء بيأثر حتى لو نحن ما عم نستعمل الموسيقى كعلاج، بس الموسيقى كثير بتساعدنا انه نتطور بحياتنا وننمي كل قدراتنا. يعني من هون الاهل ما بدنا نقول يمكن هذا الموضوع يمكن الاهالي الميسورين، بس انه في بعض بعض المؤسسات التربويه صارت تعتمد ساعه الموسيقى كساعه بالمناهج اللبنانيه. صحيح. صارت موجوده وحضرتك حتى بالمدارس الرسميه موجوده. في ساعه موسيقى، وحتى اذا يعني في عندهم مش ضروري يكونوا ميسورين ليفوتوا على الكونسرفاتوار، لانه هي شيء كثير رمزي عم بيكون، بس اكيد يعني بدها ديديكيشن، بده يكون الولد حابب انه يعطي من قلبه، لانه هي بتفيده على كل الاصعده. يعني مش ضروري كل واحد بيتعلم بيانو يصير بيانيست مشهور، اكيد بس ما بيمنع، ما بيمنع اكيد، بس انه كمان بنفس الوقت هو عم بينمي قدراته بحيالة آلة معينة، مش ضروري البيانو. يعني انا عم بحكي، انا بحكي عن كل الآلات الموسيقية بشكل عام. كل الآلات مفيدة طبعا. نعم. بتلاحظي في فرق بتعلم هلا يعني حتى لو موضوعنا شوي بحول الموسيقى؟ نعم. خلينا نقول حتى كعلاج او كدراسة موسيقى، لانه حضرتك كمان بعرف ببعض المؤسسات التربوية بتعلمي موسيقى. فبين المراهق، خلينا نقول الطفل او الولد المراهق والاهل او الكبار شوي بالعمر. نعم. في صعوبه بتعلم الموسيقى على ما بين بالفئات العمريه شوي، كل ما نكبر يعني صارت اصعب علينا. طبعا هلا هي تتعلم آلة لازم يكون عمرك على القليله 7 سنين 8 سنين، لانه في الكونسبت تبع الموسيقى، يعني تتفهم النوتات وقديش الزمن تبع كل نوته وكيف بدك تشتغلها، بده يكون عندك نوع من مستوى عقلي معين. وبيكون في رغبة كتير عند الأولاد بهذا العمر أنه يحبوا يتعلموا آلة، بس نحن منبلش نعمل إيفي ميوزيكال من عمر 6 أشهر. صحيح. الولد بيقدر يعني يحب الآلات ويشتغل عليها من عمر 6 أشهر، بس بيكون بإطار إيفي ميوزيكال، يعني مثل وعي على الموسيقى، على الاكتيفيتيات اللي ممكن نعملها بهيدا الصف. بس بعدين كل ما يكبر بالعمر اكيد مع ازمه المراهقه بتعرف بيصير في رفض لكل شيء، وكل شيء معلب ما بحبه الولد بصير يمكن يلجأ، فبصير يكرهها او يقول انه لشو انا ما بدي هلا موسيقى، انه انا عندي المات اهم، انا عندي الساينس اهم، ما بعرف. بس انا دائما بشرح لهم وبفسر لهم للتلاميذ انه قد ايه الموسيقى بتساعدكم لتكونوا اذكياء بكل شيء. ولا مره بتلاقي تلميذ شاطر بالموسيقى الا بيكون شاطر بغير مجال، فاكيد يعني بتاثر. وانا دائما بشجعهم انه يحبوا الموسيقى ويعزفوا آلة، وحتى ينموا ذكائهم، وحتى مش بس الذكاء، الحاله النفسيه كلها بتكون بتتغير منيحه عند الشخص. يعني ما بدنا نقول للاهل، بما انه هلا كمعالجه بالموسيقى، نعم، كمربيه ومدرسه موسيقى ومدربه ايضا، نعم،
ما عم ننصح الاهل انه يشدوا على اولادهم او يضغطوا على اولادهم لتعلم موسيقى قبل هالعمر هذا، يعني يتركوا الموضوع اذا، لانه بنعرف يمكن في بعض الاهالي لا بدي اعلم ابني بيانو، او لا بدي اعلمه بيشوفوا يمكن قرايبينهم اصحابهم عم بيصير عندهم هيك، انه بيصيروا يجبروا اولادهم على الشغله هذه. لا، لازم السقف الموسيقية تنوجد بكل البيوت. نعم. أكيد، بس مش بالقوة، ومش لأنه بدنا نقلد قرابتنا أو بدنا نقلد فلان. لا، يفهمون لأولادهم قدي الموسيقى مهمة وقدي سأدو سيلي ميرس، هيدي كتير قديمة. نعم. وهي هيك، وهي بالفعل هيك، هي يعني بتريح على كل الأصعدة. أنا وقت أكون ببيتي في دايما موسيقى حلوة، تلقائيا أولادي بدو يحبوا الموسيقى، تلقائيا بدهم يطلبوا يتعلموا آلة. فإجباري يعني الأهل لو كانوا هن غير موسيقيين، أنا بعرف كتير ناس غير موسيقيين هن أساتذة جامعيين، وهن بطريقة مش بالجبر أكيد، بس أنه علموا أولادهم آلة موسيقية لمرحلة كتير كبيرة بحياتهم، يعني لصاروا بصف السجوند تركوا بس اخذوا كثير بجاج حلو من الموسيقى واثرت كثير على حياتهم ايجابيا. يعني مش ضروري انه يكون الهدف انه انا اذا تعلمت موسيقى يصير موسيقي، اكيد مش غلط وانا بشجع يصير. أكيد. بس اذا ما صار بيكون كثير في بنفيتس ثانيه يستفيد. وبنفس الوقت يمكن اللي عم تقولي حضرتك انه كمان هو تعلم الموسيقى وساعدته، يمكن بنفس صحيح. الوقت انكونسيومون صار في عنده نوع من العلاج وروقته وهدته، يعني التو بارتس هن موجودين فيها، لا بطريقه مباشره وبطريقه صحيح. وبطريقه غير مباشره. صحيح. كان بدي اذكر بعد شغله ثانيه قبل ما نخلص كمان، انه قد ايه الموسيقى عم تكون فعاله مع الاشخاص اللي عندهم الزهايمر وعندهم باركنسون، ويعني امراض الشيخوخه. صحيح. الديمانس، الخرف، وكل الاشياء المتعلقه فيها، كل شيء خاصه بانه الوقت السيلول نيرفوز بتصيروا ينشفوا ويموتوا. الموسيقى هون بتجي بتلعب دور كثير فعال، انه بتشغل كل اجزاء الدماغ ليرجعوا يشتغلوا. فالاشخاص اللي عندهم باركنسون وقتها بيحطوا لهم موسيقى عم يرجعوا يقدروا يمشوا، الاشخاص اللي عندهم الزهايمر وقتها يحطوا لهم موسيقى عم يرجعوا يتذكروا الكلام، عم يرجعوا يتذكروا ذكريات قديمه حلوه بحياتهم. نعم. رجعوا يعزوها. وكمان اللي عندهم ديمانس نفس الشيء، هون عم تعمل الموسيقى مثل ان سيركوي فيرتويال بين بين السيلول نيرفوز لحتى ترجع تخليهم يشتغلوا بطريقه افضل. الكلام اللي عم تقوليه كثير حلو وكثير ببشر بامل كمان لبعدين، لانه بنعرف بعض الامراض يمكن بدها وقت وبدها قبول وتقبل. نعم. فيمكن تكون هالموسيقى هي هالفتره هيدي، كانت موسيقى كلاسيكيه او غيرها وغيرها. نحن بدنا نشكرك لوجودك معنا اليوم، بالفعل اعطيتينا هيك نظره عامه حلوه عن كل عن هالتامي اللي اسمه العلاج بالموسيقى، وقد ايه هو اساسي، وقد ايه على هالعيال عيالنا اللبنانيه. نعم. انها تشتغل اكثر واكثر شوي هيك تمرق هالموضوع هذا بسقفتنا العائليه. مشاهدينا الكرام، نحن رح نبقى هلا مع بريك مع فاصل، وبنرجع من بعدها لنتابع مع الضيف الثالث ورح نحكي عن البرمجة اللغوية العصبية وزيادة الثقة بالنفس. تابعونا.